قلت لك انا شوية وقت. بيج بوس ارحب يا البيج بوس ارحب. خليني نشوف شيراتكم، نحب نشوف رقم قوي في الشيرات، نحب نشوف رقم خيالي. مرضت يا جماعة، جتني الانفل الجريب يعني بالأردني فلوزت. ارحب يلي تسمع فينا، ارحب يلي تسمع فينا. يلا خليني نشوف 20,000 شير، خليني نشوف 20,000 شير يا جماعة. وين الغنية متاع البارح؟ اها هذي نو اوبس مش محطوط ال. نحب نشوف 20,000 شير. توصلوني 20,000 شير. شوفوا صوتي مبحاح. 20,000 شير. السهم ذي نعملوا نسخ رابط مرة واثنين وثلاثة واربعة وثلاثة كبسات عشيشة، نوصلوا مليون تكبيسة قبل كل شيء. مليون تكبيسة وعشرين ألف شير ونبلشوا. نور 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 لايفي، نور لايفي بوجودكم. نور نورتوا نورتوا يا قلوب ضحى، يا روح ضحى. متى السحب؟ بكرة جماعة السحب، وبكرة مسابقة جديدة. بكرة السحب وبكرة مسابقة جديدة. فقبل ما نبلشوا كل شيء، نحب شنو؟ نحب الشيرات. نوصلوا لعشرين ألف شير والمليون تكبيسة. يسعدها من فلسطين اللي على المليون تكبيسة، وشكرا على 20,000 شير. بحبكم كثير وبموت عليكم كثير. بدي أحكي لكم كلمة، والكلمة هذه بدي تظل في بالكم. الكلمة هذه بالنسبة لي أنا ضحى اليوم صفحة جديدة. بالنسبة لي أنا ضحى إنسانة جديدة اليوم. بالنسبة لي أنا ضحى بشوفها في أشياء جديدة. وإشي ثاني جماعة، شفتوا ضحى اللي كنتوا تشوفوا فيها قبل؟ قسما بالله له تمثيل، له دراما، له ولا شيء. نفسها ضحى، نفسها يعني ضحى، يعني راني كنت مصر معاكم في اللايفات بخمسة وستة وسبعة سوايع، ما بقدر أمثل، يعني ما بقدر أمثل خمسة وستة سبعة سوايع. هذيك هي ضحى. فشاء القدر وحب القدر إنه بش يصير هيك، فبشوفوني في شخصية جديدة، في معناه مش في شخصية جديدة. شوف الإنسان هو بحد ذاته وقت اللي يصير معه إشي الإنسان يتغير. فهمتوا؟ أي إنسان في الدنيا هذه أنت بحد ذاتك يصير معك إشي أكيد رح تتغير، مش نفسك، رح تضل نفسك الإنسان هذاك. فأنا مش يعني رح تغير لضحى تصير منافقة، معناه مش نفسها ضحى القديمة، لا، لضحى جديدة. في ناس راح يحبوها، في ناس مش راح يحبوها، في ناس ما كانوا يحبوها راح يصيروا يحبوها. هدايا اللي بوعدكم به. واللي الكلمه اللي نحب نقولها ونحب نزيد نقولها، انه انا ضحى القديمه ما كانت تتمثل، ما كانت تحكي لكم اللي تشوفوا فيه كله كذب، لا، نفسها ضحى، ولكن باش تشوفوني في اشياء جديده. طبعا بالنسبة قلت الاستقراري في الأردن مش استقرار، راهو بس فترة صغيرة لإجراءات، عندي إجراءات لازم أسويهم كلكم تعرفوا، بس للإجراءات هذوكم. أنا ما معناها كضحى ما نحب الأردن، والأردن بلدي الثاني، والأردن البلد اللي حبتني واستضيفتني وحسبوني كيما بلتهم. لكن يقول لك المكان اللي فيه
ما تنجمش تكمل في فانا معناها باش نقعد ماشي جاي المشتق هلا نستقر في تونس نستقر في اي بلد اخر لكن مش نبقى ماشي جاي. الكلام هذا حبيت نحكيه لانه مالكم الا متابعيني ومالكم ان عايشين معايا لحظه بلحظه فلازم نوثق لكم كل شيء. شنو اخر نحبكم برشا وربي يخليكم. وبالنسبه للخاتم به باش نجاوب على كل الاسئله بالنسبه للخاتم انا راني موضوعي انتهى قصتي انتهت وهذا مش راح يتشال اوكي فهمتوا. فهذا مش هذا مش مربوط بحتى موضوع في العالم مجرد خاتم فيني يرميه فيني ألبسه يعني ما معاش تحكموا على الخاتم خاتم ملبوس فيه كيف وكيف هذا كيف هذا كيف هذا نفس الشيء نفس هذا ونفس هذا معناه ما عاش تحكموا على مواضيع بخاتم. من اليوم تشوفوا ضحى جديدة ضحى إن شاء الله إن شاء الله نجم نعطيكم الفرحة اللي كنت عطيتها لكم قبل أكيد يعني هي مالها باش تقعد وكها. هذا الكلام اللي حبيت نقوله. هلا والله باللون وش اللون ذا لون نفس لون بشرتك ايش قالك زيت والله كانك زيت دلال لا جمعناه لا قليناه حطينا المقلاه حطيناها تحت الفرن طلعناها كذا شوي زيت كذا اصفر غامق وجامد حسره علي حسره العب جوله احكي مصلخ مرحبا يا مشاها رجعت من المربوعه شخبارك يا ضحى الحمد لله شخبارك انت هل يوجد حب في قلب ضحى ارحب يا رعى الغيمه شو ايش اسمها رعى الغيمه عندك الماء وغيمه يا غيمه غيمه ما تشوف سكورنا ما تشوف سكورنا اضربوا رجع ارحب يا رجع تكبيس جماعة تكبيس كلكم تلاتة كبسات على الشاشة الكلكم تلاتة كبسات على الشاشة جماعة ميت هلا بجيتكم هذا سكور بتاع غيمة تكبيس على الشاشة كومنت والله لو تكبسون اختم بتلاقي سكورنا فوق 6000 كومنتي ساعدونا تكفون انا طالبك تكبيس جماعة ضحى نعم هل يوجد حب في قلب ضحى؟ لا ليش ما يوجد؟ ما يوجد نحب كان رسول صلى الله عليه وسلم نحب أمي وبابا لا لا بس هل يوجد حب حب غير أمك وأبوك لا ما يوجدش ليش ما يوجد هيك طب اسأليني قولي هل يوجد حب في قلب زياد هل يوجد حب في قلب زياد اي والله انتي العيد هلا بالعيد هلا بالعيد هلا بالعيد زياد نزلت كيف تحت يا ربي العمل عليك والشده فيك اضرب واضرب خويا انت شده فيك شبيك التريبل التريبل جميعا 84 وردية ورد هلا بجيتكم 84 وردة جماعة تريبل يا جماعة تريبل أنا اليوم مبسوطة أنا اليوم مبسوطة داخل مزالي في ها وش اللي مبسوط انت مبسوط درسي والله عادي جي بي حيك يا جي بي حي حيك يا جي بي حي يو نو جي بي كيف ثلاث كسات تعرف شكون نحكي معاه على سحر لا مش على سحر ليش ماني بنت على سحر جي جي آه حصلت عندكم حر ليه سحر سحر صاحب
بنتي اسمها حر. اسمها من اللي عندك دي؟ صاحبتي صديقتي اسمها حر. اسمها حر؟ ايه. حر. يعني تحر الجولة يا عيال، تحر. تحر الجولة. تحر. ان شاء الله ان شاء الله يكون في مستوى، ان شاء الله يكون في مستوى عاد. ميت هلا بجيتكم. كنت كثير وانا فتنا على الجولة. الجولة بتكبيس تكبيس كومنت كومنت الجولة بالتكبيس. ها ضحى. ها ضحى. وش طموحك اللي ودك تحققينه والى الان ما حققتيه؟ يعني عندك هدف تتحققينه وما حققتيه الى الان؟ اني طامحة. يا طموحة. هنا هو طموحة صاحبت. جاني اسد. لازم اعمل ثلاث وردات. لازم اعمل ردة فعل اكيد. ممكن تضيفونا الداعمين جماعة؟ ممكن تضيفونا على ورد يا كومي. يلا وش احكامك؟ على جولتين احنا قلنا. ايه من جولتين من جولتين. انت تلعب على جولة ولا وش طموحك؟ لحظة افصل افصل. جولة تلعب؟ ما لا جولتين جولتين حبيبتي. طول والله. والله جولتين. طيب اوكي الجوله الثانيه يا جماعه، الجوله الثانيه عادي عادي. يمكن قلت له جولتين لهيك. سوليا عمري شكرا شكرا. جي بي شكرا. جيش تكبيس منورين. شبيكش قلت لي يا زياد؟ شو طموحي في الحياه؟ اسد. اسدين. ايوه طموحي في الحياه انه انا نوصل نحقق حلم من احلامي، ان نعمل بزنس باسمي ونفرح امي وبابا، خاطر دوكم الناس اللي يستاهلوا في الدنيا هذه. وكهو وكهو. وش وكهو يعني؟ وخلص. يا ادبل ادبل ادبل. يلا ان شاء الله تتحقق طموحاتنا وطموحاتك ان شاء الله. الدبل يا جماعه. او سولي جايه متحزمه بالقفازات بالدنيا الكل. 81 ورد يا جماعه، 81 ورد. اوكي انا بسكت انا بسكت. فاهمين انا بيفهم وش كان يعني قصدك؟ اذا انا بدي احسد مثلا، اذا انا بدي احسد ناس ما عملوا معايا الخير، ما بحسد انسان اجى لزواجي وفرح لي وسوى معايا وتعب، بحسد ناس ما عملوا معايا الخير. صح ولا مش صح؟ صح صح. فانت فهمتني غلط. الحكم الأول سماح لوجه الله حتى تعرف إنه إحنا مش تبع حزد، وإنه السكور اللي نزل كله سماح لوجه الله. وش اللي وجه الله جايك؟ أنا أقولك أعطيني دينار ما أدري ولا إيش فيك؟ وش اللي وجه الله؟ مسامحينك مسامحينك. طيب بالله وتروح تجيب مستوى وترجع. طيب اسمعي، أنا بجيب مستوى وأنت تجيب الكريم. بالله جيب الكريم، ما من اليوم أنا بيجيبه ما قدرت. بلال وينه؟ في غرفته بلال، انا في الفندق خاطر. كم لك بالاردن؟ تو الي قديش عندنا؟ 3 ايام؟ لي 40. الو يا متهالك. جلت ضحى. جلت ضحى والحين انا جايك بجلدك. انت موجود؟ تعال 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 يا كريم، قل له تعال. تجي ولا لا؟ تعال ربعي تعال ربعي. انزل قل له انزل. جيت طيب ما يمدينا نطلبك، ما يمدينا نطلبك. انا حرسل لك يلا. اسمعي ضحى، اذا جاء كريم نلعب انا وياه. اي اسمعي، لا شوفي خلي اللعبه، قولي ناصر فاز علي بيضر الشيء مو ضار. ما المصاري يدخلون لي انا ما بيدرني عادي. لا مو ضار لك شيء. خليك
لك بالأردن أربع أيام؟ عندي أربع أيام، نزلوا لي شوية نهز نكمل جمع أغراضي ونروح. ضحى يعني أدري إن في بث ما يصلح، بس يعني خلاص يعني خلاص يا ناصر مكتوب. لا قانونيا خلاص ولا بس كذا زعل؟ لا قانونيا يعني بعث لي ورقة الطلاق هو، بس مو وحدة ولا واحدة ولا عشرة، يطلقك مرة يطلقك مئة مرة. لا أنا عندنا لا غير، خلاص نغير الموضوع. نعم غير، لكن اللي أنا سكرت الموضوع يا ناصر خلاص خلاص.